مزيكا فام بودكاست على اون. مرحبا بكم في تونس، بلاد التعايش السلمي والتسامح والتحابب، والتونسي للتونسي رحمة، البلاد اللي قاعدة تكتب في دستورها اللي حبوه بعيد على التجاذب السياسي ياخي هربوا به للتلطيخ العقائدي. اليوم جيت معمل على نقاش معمق حول الفصول اللي تمت المصادقة عليها ومعانيها وتقييماتها، وفي بالي باش نحكيه على الكوارث اللي صايرة في الكتار والجرح المفتوح في قفصة والحوض المنجمي منذ 2008 وحتى قبل. ياخي بربي تفرج سيدي خويا هاك العناوين اللي نلقاها في الجرائد. الشروق قالت لك اللوز يهذي، الرحوي مهدد، والنهضة تتبرأ، عاصفة تكفير في التأسيسي. الصريح كاتبة ما جرى بين اللوز والرحوي كل الحكاية، كفروه. الرحوي يصف اللوز بشيخ الكذابين، وسامية عبو تبكي. التونسية كاتبة زوبعة في التأسيسي، الرحوي يتهم، اللوز يعتذر، المرزوقي يتضامن، والنهضة تتبرأ. الصباح الأسبوعي كاتبة أمس في التأسيسي، اللوز يفجر الفصل 6 والتوافق، الرحوي مهدد بالتصفية ويقاضي اللوز. رد بالك تغلط خويا، راي الأخبار ذي ما هيش من دمشق في عهد الحروب الصليبية، وما هيش من إسبانيا في عصر محاكم التفتيش، هذه تونس عام 2014. لكن الميكانيزمات متاع التلاعب بالجماهير ما زالت هي بيدها، التأكيد، التكرار، التحريض، العدوى، أربع آليات نلقاوها الكل حاضرة في كلام الحبيب اللوز، اللي أكد أولا أن المنجي الرحوي معادي للدين ويتزوغ من كلمة إسلام، وكرر أنه ما هيش أول مرة يظهر منه الشيء هذا. بعد قال لازم الشعب ياخو موقف من الناس هذوما، يعني أنا فا بوبي أتاكلو. وبتبيع العدوى تخدم خدمتها في الشارع وفيسبوك والجوامع والقهاوي، ويترجم التصريح إلى فتوى، وفي الأخر الداخلية تأكد وجود مخطط الاغتيال الرحوي والرئاسة تعرض عليه حماية. نفس السيناريو اللي صار لشكري بالعيد وحمل همامي وسمير بالطيب وغيرهم، ونفس المنهجية اللي اعتمدوها الصادق شورو والصحبي عتيق وغيرهم. هوك الضوء الأخضر يجي من عند إسلامي معتدل، والكرتوشة تجي من عند إسلامي متشدد. أما ردوا بالكم تقولوا المعتدل سفاح وقتل أرواح ولا حاجة، خطر تصريحاته راهي ما تمثلش الحزب. ليه يا راجل، الحزب خطيه. هو صحيح كي جاو ينتخبوا رئيس الحزب جاء الغنوشي الأول وبعده بالضبط الصادق شورو وحبيب اللوز، أما ليه هذوكم ما يمثلوش الحزب. وصحيح الأمين العام متاع الحزب اللي هو حمادي جبالي أول ما شد الحكم حط طونتين وطاح كبتي في الإشارات الربانية ويشوف في الخلافة السادسة، أما راهو الأمين العام متاع الحزب ما يمثلش الحزب. ليه ليه كلها تصريحات وقع اقتطاعها وتحريفها وإخراجها من سياقها. كي تجي تشوف الحزب بكله مقتطع من أصوله ومخرج من سياقه. بالطبيعة كي أنت تاخو طائفة عقائدية دولية تردها حزب سياسي مدني، بطبيعة باش تلقاها كلها شقة الخلاء ومخلية سياقها في الدار. بعد انتيجة هي تبديل فصل من فصول دستور البلاد في جرة تصريح متاع واحد نورمال مون هيته مدب في كتاب أقصى سلطة عنده هي الفلقة. أما في بلادنا يتبوأ في مجلس الشعب ويكتب في الدستور أكهو نائب يكفر نائب يزيدونا فصل لتجريم التكفير، بعد نائب يبزنس على نائبة حطونا فصل لتجريم التحرش الجنسي، وهك العام سرقوا كراسة من عرش شكون دوك يزمنا فصل لتجريم النطرة. وأنا فا اللي عنده شهوة يعملها في الدستور، واللي يعمل العركة يفضها في الدستور، وهكا نخرج بوثيقة اسمها دستور وقت اللي هي في الأصل قانون داخلي للمجلس التفصيصي المنفلت، الهدف منه ترييض النواب اللي ما حبوش يهفتوا، نوع من معاهدة الصلح بين الكتل، ولا بالأحرى وقف إطلاق النار بين الفصائل المتناحرة. وبربي بمناسبة الحديث على إطلاق النار، تذكروا حكاية شكري بالعيد بوليس سياسي وملحد وكان يعتدي على القرآن في الجامعة؟ تذكروا حكاية شكري بالعيد وغيروا رأسهم مطلوب في جرجيس؟ قديش عنا توا نكوروا هكا حبيب اللوزي سنتر والإرهابي مركي بالراس؟ شكون توا سبب في اللي صاير فينا الكل؟ شكون اللي كر على شكري والبراهمي وغيرهم يا ولد المؤقتة؟ على اون مزيكا فان بودكاست.